إذن هنا كما تلاحظون على الأرض مجموعة من النباتات من ضمنها عقل، وحين نقترب سترون كذلك بذور، سترون التشتيل وزرع البذور، كذلك سترون بعض النباتات التي وضعنا هنا ثم أعدنا انتعاشها وبالتدريج، ولا زالت هنا كأنها في قاعة الإنعاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان أخوات متتبعي قناة الزراعة المنزلية فن وإبداع، تحية مجددة لكم، حياكم الله أينما كنتم. في الفيديو السابق وعدتكم بأن أطلعكم على ما يشبه مختبر صغير لو صح هذا التعبير، أو ركن أو بيت قاعة خصصناها لإنبات البذور وتجدير العقل. ونظرا لكون هذا أو هذه القاعة أو هذا الركن لعب دور مهم في حديقتي السطحية، أريد أن أعمم الفائدة على الجميع. قبل التفصيل أذكركم للتفضل بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة هذه المحتويات التي نضعها رهن إشارتكم للإفادة والاستفادة، وشكرا لكم. من شروط هذه القاعة إخوتي أن تكون في منأى عن هبوب الرياح، يعني التيار الهوائي العنيف إلى حد ما. ثانيا أن تكون مظللة ولكن مشعة، يعني أتمنى أن تفهموا ماذا أقصد بمظللة ولكن مشعة، أي جيدة الإضاءة، لا هي شمس ولا هي ظل. وهذا هو الوضع المثالي والجيد للإنبات والتجدير. إذن لاحظوا معي، هذا ركن مخصص للإنبات ومخصص كذلك، نسيت أن أذكر هذا وهو مهم، لمعالجة بعض النباتات التي حدث لها مثلا حدث لها صدمة أو هي على وشك الموت أو الذبول، لإنعاشها وإعادة إنعاشها من جديد نأتي بها إلى هذا الركن ونعمل إجراءات حين نتأكد من أنها سليمة جدا وقادرة على أن نضعها في الشمس وفي الهواء المفتوح، سنفعل ذلك. إذن سنقترب أكثر. عندي هنا مدخل إلى هذه القاعة، من الأعلى هناك طبقات من الشاش الزراعي أو الشبك الزراعي أو ما يعرف عند بعض الإخوة بالروكلين. لاحظوا، سنشرح قليلا عن هذا الروكلين حين نقترب. هذا الروكلين كما تشاهدون فهو مختلف بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى. هنا في الجهة اليمنى هناك روكلين مضاعف ثلاث مرات، وضعنا ثلاث طبقات من الروكلين حتى يكون الظل يعني كثيف بالنسبة مقارنة مع هذا الجانب الذي به روكلين مزدوج فقط، يعني روكلين من الأعلى وروكلين من الأسفل. إذا نظرنا إلى الأرض مرة أخرى سترون أن المكان الذي به روكلين ثلاث طبقات يكون مظلل أكثر من المكان الذي يوجد به روكلين طبقتين، وكل من هذه الحالات يصلح لحالة معينة من النباتات. هنا مثلا نباتات يعني تنتعش في
ظل ولكن مشيع بدرجة أكثر. ستلاحظون أن الروكلين ثلاث طبقات، وهنا لو شئتم نباتات في وضعية هشاشة. سنريكم مثلا هنا نبات السانسيفيريا، عقل للسانسيفيريا للتجذير. لاحظوا واحدة بدأت تنبت، لاحظوا معي هنا لو لاحظتم بدأت، لو لاحظتم بدأت في الإنبات انطلاقا من عقلتين، جزئين من السانسيفيريا. هنا أيضا هنا واحدة أخرى، سنزيل التراب، لاحظوا سنزيح التربة قليلا حتى تظهر لكم بوضوح. رأيتم هنا عقل أخرى وضعناها ولا زالت لم تتجدر بعد. هنا كذلك وضعنا عقل، هنا كانت عقلة أم قمنا بقصها من هنا، عقلة أم قصصناها من هنا بعدما أنبتت هاتين الخلفتين. هنا خلفات، ثلاث خلفات، ثم قمنا بقص الأم ليزداد عدد الخلفات التي ستأتي في المستقبل بحول الله. هنا تعقيل لبعض أشجار المشمش والخوخ، كذلك وضعت بعض عقل لنبتة الجهنمية. هنا تم إنبات بذور الفراولة، لاحظوا معي إنبات جيد ورائع تحت هذا الروكلين في هذه القاعة. لو لم تكن مركونة في هذه القاعة لن تكون بهذا الشكل، ربما سيفشل الإنبات، ولكن بهذه الطريقة ترون أن كل شيء يسير على أحسن ما يرام. وعلى ذلك نريد أن نتقاسم معكم هذه التجربة. هنا قمنا بوضع شتلات قمم نامية لنبات الزينة المعروف بلانتوميس أنتوميس، وهو من الأقحوان. لاحظوا معي هناك بعض القمم التي بدأت في الإنبات لونها فاتح، لونها أخضر فاتح، إذن الأمور تسير بخير. هنا إنبات لزهرة الوينكا، هذه وينكا باللون الأرجواني المائل إلى الإحمرار، يعني الإنبات جيد. كل يوم يزداد طول هذه البراعم معي. هنا كذلك إنبات بذور شجر الفيكس، ولقد تكلمنا عنه في الفيديو السابق. فيكس من البذور، وهي عملية جيدة ناجحة، ويمكنك أن تحصل على أشجار عديدة جدا حتى بالمئات لو شئت، وتعمل مشتل إذا زرعت شجرة الفيكس، الشجرة العملاقة من البذور فقط. سبحان الله، من أين تبدأ يعني نقطة انطلاقة هذه الشجرة التي تكون في الطبيعة على علو يفوق 10 أمتار بعض الأحيان وبعرض ضخم، من أين تبدأ هذه الشجرة؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا نفتة الأظالية، هنا خلفة جديدة، هي هذه، وهنا بعض عقل
الفيكس من الأوراق، تكلمنا عنها في فيديو سابق كذلك، تكلمنا عنها، قمنا بتشتيلها. هذه شتلات سنسيبيريا، وهذه حالة أخرى من نموذج آخر فراولة. سننتقل هنا نبتة الريو أو المكحلة، معروف بالمكحلة. لاحظوا انتعاش رائع هنا في هذه، قمنا بتشتيلها هنا في ظرف 3 أسابيع، أعطتنا هذا الحجم لأن الإضاءة مناسبة جدا تحت هذا الروكلين الذي قسمناه كما رأيتم إلى قسمين. لاحظوا هنا شجيرة المريمية أو السالمية كما تعرف عندنا في المغرب، كانت على وشك النفوخ كذلك والذبول، فقمنا بإنعاشها ووضعناها هنا تحت هذه المحمية وبدأت تنتعش كما تشاهدون. جيد، كانت أوراقها ذابلة، يعني نجت من موت محقق بإذن الله. هذه بعض شتلات الليمون، هذه شتلات من الليمون اشتريناها من شمال المملكة وأتتنا على بعد أو على مسافة 1600 أو 1700 كيلومتر، ونظرا لظروف الجو القاسية جاءت في حالة من الذبول على وشك كذلك أن تموت. لاحظ حينما سقيناها ووضعناها هنا، لاحظ انتعشت وأصبحت وكأن شيئا لم يحدث. سنتكلم عن هذه الشتلات في فيديو لاحق إن شاء الله، يعني عملت صفقة فيها نوع من المغامرة والمخاطرة، 90 شتلة اشتريتها دفعة واحدة في عز الصيف في هذه الظروف، في ظروف موجة من الحر الشديد، وجاءت على مسافة 1700 كيلومتر وحدث لها يعني نوع من الذبول والإجهاد، ولكن الحمد لله لم يضع منها أي شيء. هنا قمت بالتجدير وإنبات النعناع، هذا الصنف من النعناع. لاحظوا هناك من يسميه عندنا في المغرب بالنعناع السعودي. النعناع كما تعرفون فيه أصناف تعد بالعشرات، إن لم نقل على الصعيد قارات الخمس بالمئات، هناك إنبات وهناك قمم نامية جديدة، هناك حتى بعض عينات من الدبابة البيضاء. سنتخذ إجراءات إن شاء الله مستعجلة لمكافحتها لأنها خطيرة جدا. هنا نبتة السنتين أو الشيبة عندنا في المغرب، رائعة جدا، هي تدفع بنموات جديدة كذلك، نبات السنسيبيريا. هنا نبات الريو ولكن لم نقم بتشتيلها وتفصيصها، يعني سنقوم بتفريد هذه الكثافة حتى نعطي لها فرصة لإنبات جيد. إذن إخواني أخواتي، أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم يعني الخلاصة أو المغزى من هذا الفيديو، وهو أن نضع يعني سقف لهذا الركن فيه درجتين من الظل، وهذا الركن فيه ظل يعني ساطع جدا، حيث هناك ركلين واحد أو شبك زراعي واحد. هنا نبتة الفلفل الشطة. إذن إخوان أخوات متتبعي قناة الزراعة المنزلية، فن وإبداع، نرجو أن تكون الفكرة قد وصلت، وأنصحكم بعمل ولو بشكل أصغر، يعني شكل مصغر متر مثلا،
ولو حتى نصف متر فقط، أن تعمل مكان تكون فيه الأشعة مغربلة، فهو يساعدك بشكل جيد على إنبات البذور وإنبات العقل. إلى فيديو آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.